احنا بمشروع تأهيل سايدين نينا وأوبروي والسدة ضمن مشاريع صندوق إعادة الإعمار بتوجيه من المحافظ سيد المحافظ نجم الجبوري بإشراف مباشر من المهندس عبد الستار خضر الحبو. قوم كوادر البلدية بتأهيل سايدين نينا وأوبروي وسايدين السدة. تضمن العمل حاليا رصف حجر البهارتون للجزرة الوسطية وإن شاء الله نبلط عن قريب. الإكساء أكو مرحلة النقل هذه يمكن هاي أول إكساء طبقة أولى مو؟ إكساء الطبقة الأولى وإن شاء الله بالأيام القليلة الجاية إن شاء الله نكسي الطبقة الثانية. واجهتكم أمطار كذا أخرت العمل؟ أي الأمطار وانخفاض درجات الحرارة توقف أعمال التبليط وأعمال الصب. حاليا بالبيارتون؟ حاليا أعمال رصف الحجر البيارتون وإن شاء الله بهاليومين نكسي الطبقة الثانية إن شاء الله. أعمال كهربائية أيضا يضمن العمل؟ بأعمال كهربائية، أعمال أعمدة إنارة بالجزرة الوسطية وأعمال أيضا بالأرصفة إنارة وتشجير. تشجير أيضا يشمل؟ إيه أكو إن شاء الله. نسبة الإنجاز تقريبا؟ والله الإنجاز بحدود 60 أو 70% إن شاء الله. يعني خلال هاي الفترة؟ والله إن شاء الله إيه. يكمل. إن شاء الله. معوقات بعملكم عوارض أثناء العمل؟ والله العوارض ماكو يعني بس هي أكثر شيء الحالة الجوية وهاي الفترة اللي راحت انخفاض درجات الحرارة. فوجهوا البلدية بعدم التبليط وعدم الصب.